من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي
قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى فأونا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله